السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأعداد والأرقام التي من الممكن أن نراها في المنام. أرضى نتكلم عن تفسير رؤية رقم 7 بالنسبة للشاب الأعزب. زي ما ذكرت في أكثر من موضع أن رقم 7 من الأرقام المعجزة أو الأرقام الإعجازية، ولذلك رقم 7 رقم يدل على خير من الرؤى المحمودة. فسبعة للشاب الأعزب بيدل على تحقيق الأهداف والطموحات. رقم 7 بالنسبة للشاب الأعزب بيدل على الرزق القادم إليه، لكن هذا لا يمنع أن رقم 7 أحياناً يدل على كثرة الحيرة والقلق في حياته، وأحيانا يدل على تعثره في بعض الأمور، لكنها ستزول بإذن الله تبارك وتعالى. رقم 7 أحيانا يدل للشاب الأعزب على السفر والترحال والانتقال من مكان إلى مكان. رقم 7 بيدل على تخطي مشكلة مادية، ربما يعاني من ديون أو ضوائق مادية، كل ده هيزول برؤيته لرقم 7 في المنام. رقم 7 له علاقة بالنواحي الإيمانية، أحيانا يدل على أنه شخص يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، إما بالطاعات وإما بالصدقات أو بالدعاء إلى آخر هذه الأمور. رقم 7، وده الشيء الجميل جدا، وده آخر شيء نختم به هذا اللقاء، أن رقم 7 يدل على الزواج بصفة عامة، وربما يدل أحيانا لبعض الشباب على الزواج من فتاة يحبها أو فتاة جميلة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.